أختي تركي أنتي، أنا هلأ بسكوب. يلا بشاير كلي واعطينا فرصة مشان نخدمك ولو مرة واحدة بالسنة. أختي أنا ما بدي أكل. لازم تاكلي شوي يا سيما، من هون لليل بتجوعي. لبقت عندي هيك أختي، لبقت تضغطي علي هيك، ما رح أكل. بس أنا رح أشرب مي لأنه بدكن ولأنه أنا رح صوم. شو صار ابني؟ ما صار أي شيء. أنا كمان رح صوم. شو؟ بس يا ابني، الزوجات هن يلي بيصوموا مشان أزواجهم. بعرف هالحكي أمي، المرة بتتمسك بهذا الصيام مشان الله يطول بعمر الزوجة ويعافيه، وأنا عم أعمل هيك. وأنا كمان بدي الله يعافي لي وجدان هلأ، وبدي كمان يطول لي بعمرها، وبدي إياها تكون مبسوطة. لهيك أنا قررت يا أمي إني ما أكسر هالصيام هاد لشوف وجدان. وأنا هلأ كمان عم أقلكن وأكد لكن إنه أنا رح لاقي وجدان اليوم وين ما كانت تكون، ولو شو ما صار كمان. الصحافة وصلت وفي خبر حلو. حسب استطلاعات الرأي نسبتنا وصلت ل 80%، يعني هي أكثر من الضعف. كتير منيح، رح تصير 100% وقت بيان يشوفهم. بيان؟ مرحبا. بيان؟ انت يلي طلبتيني شي؟ ايه، انا بعتت وراك. أنا نظمت مؤتمر صحفي بس مشان وجدان، مشان نكشف نوايا المنافسين الخبيثين ضدنا.